هبتدي اقول لكم السلطه اللي احنا هنتعامل بيها معاها دلوقتي. في السوق فروزن فول حراتي، بنلاقيه فروزن كده، فهنجيب الفول الحراتي ده ونقشره. ماشي، فاول حاجه هنحط الفول الحراتي المتقشر عليه بسله برضو فروزن، هنحطها بس في ميه وتطلع ونحطها. ماشي، جميل جدا. عندنا هنا بصل اخضر اهو، شد بصل اخضر كده زراف، قطعه ورفيع، الابيض منه والاخضر الاثنين. فممكن والله الحلقه بتاعت النهارده يبقى سحور ظريف جدا. يعني في كل الحاجات الواحد بيبقى محتاجها على السحور طبعا، غير الفول اللي لازم يبقى موجود، وغير الزبادي اللي ممكن يبقى موجود. يعني في السحور في بعض الحاجات اللي لازم تبقى موجوده علشان الواحد يقول ان هو اتسحر. شبت، عاشقة الشبت، نعناع فريش برضه نجيبه كده، ونعناع كتير. دايما النعناع بيبقى حلو قوي قوي مع البسله ومع كمان الفول الاخضر. والدريسنج عندنا هيبقى سامبل جدا، ما فيهوش اي حاجه، لان احنا عندنا اوريدي اطعمه كتير موجوده، من الشبت للبصل للبسله. في البسله بيبقى فيها سويتنس كده، فيها مسكره كده وحلوه. وانا قررت احط عليه شويه برضو ايه، خس وكرنب احمر. عايزاها تبقى سلطه كده مليانه خضار. نجيب بقى الليمون فريش، شي بتاع 3 ليمونات كده، 4 ليمونات، هذا الليمون هيبقى كتير. هعمل نص ليمونيه كمان وخلاص لانه كتير كده. وعندي خل بلسمي وملح وفلفل وزيت زيتون. ادي الملح، مش هنزود الملح لان الليمون عندنا كتير زي ما انتم شايفين. نبعد هذه الاشياء كده عننا دلوقتي، نظبط الدنيا. وشويه فلفل، دايما بحب على السلطه احط فلفل فريش. ونقلب، اتفقنا دايما هنزود الزيت، المفروض يبقى مرتين قد ده. الله الله الله، معلقه كده، شكرا، معلقتين حلوين. نقلب كل الاشياء كده مع بعض، نطلع اللي تحت فوق واللي فوق تحت. شايفين الوانها رائعه، شوفوا كم الاطعمه اللي فيها، من بصل لنعناع للفول للبسله للشبت. ونبتدي ننزل، مش هفضل بقى اعيد نفسي لو احنا هناكلها كلها نسيبها ومش عارفه ايه. هو ما تحطوش الدريسنج كله مره واحده، بس علشان لو مش ما تاكلتش كلها ما تبص. وبكده السلطه بتاعتنا بتاعت النهارده كمان خلصت، سهله وسريعه وما فيهاش مشاكل. ابتكروا دايما يا جماعه في السلطات، واخترعوا اللي موجود عندكم، طلعوه وقعدوا حطوه بشويه زيت زيتون وليمون، كل حاجه بتبقى زي الفل. لو في فاكهه كمان عايزين تحطوه حطوه، بس السلطه دي مع البصل الاخضر والحاجات دي مش محتاجه اي فواكه ولا اي حاجه مسكره بصراحه. ونجي بقى ونحطها هنا اهو في، وخلاص. فالنهارده الحلقه بتاعتنا كانت ظريفه ولطيفه، اللي عملناه الميلك شيك ابو شوكولاته وتمر وايس كريم طبعا، وعملنا كمان ايه، وعملنا سرر الرز باللحمه والبسله.